الأخيرة، واللي هنتكلم فيها عن المضغة، المضغة اللي في جسم الإنسان اللي في القفص الصدري، اللي من خلال حبسها الانفرادي ده ممكن تأثر على كل أجزاء في الجسم. وده الحقيقة مش كلامنا، كلام رسولنا الكريم لما قال: ألا فإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قد إيه القلب مهم جدا، منظومة طبية بشرايينه بصماماته محتاجين نهتم بيه. ودايما نسمع ناس كتير جدا تعمل أشكال وأنواع مختلفة من الجراحات، اللي عامل قلب مفتوح، اللي عامل قسطرة، اللي عامل دعامة، الكلام ده كله يعني الناس بتبقى ممكن تكون عايزة تتعرف عليه أكتر وتفهم إمتى هحتاج للجراحة دي وبيكون شكلها إيه، لأنه في ناس عندها فوبيا من الجراحات. إحنا النهاردة جايين نطمنكم ونتكلم ونقرب أكتر من الجراحة دي ونعرف مدى استفادتنا منها ومدى تأثيرها بعد الجراحة على جسمنا بيكون شكله إيه. كمان هنتكلم عن جراحات الصدر مش بس القلب، وجراحات الصدر ليها يعني أمراض مختلفة وأشكال أيضا مختلفة. هنعرف النهاردة ونتعرف أكتر على جراحات القلب والصدر ومشكلة قصور الشرايين التاجية مع ضيفي العزيز اللي مشرفني ونورني في الاستوديو، دكتور أحمد صابر، استشاري جراحة القلب والصدر وزميل كلية الجراحين الملكية بجلاسكو بريطانيا. أهلا بيك يا دكتور، نورنا وشرفنا. دكتور أحمد، لو حبينا في البداية نتكلم عن أهمية الجراحات دي، إيه أهميتها وممكن تعمل إيه في جسم الإنسان؟ الحقيقة أنا أحب أعرف الناس الأول على أهمية جراحات القلب والصدر، وعلى نعرفهم إيه هي جراحة القلب والصدر، لأن الحقيقة الموضوع يعني إلى حد ما ملتبس على الناس. بالظبط، في ناس عندها فوبيا دايما تخاف من الجراحة برغم ان ممكن تكون الجراحة مفيدة جدا في حالتها. طبعا الحمد لله دلوقتي احنا بقى في تطور كبير قوي في جراحات القلب والصدر. معظم الناس كانت زمان طبعا تخاف، تعتقد طبعا ان هو داخل جراحة القلب دي يعني خلاص هيبقى خلاص بقى بعد الجراحة. لا الحمد لله دلوقتي مع تطور الاداء الجراحي ومع زيادة الخبرات ومع زيادة العوامل المساعدة من آلات ومن أجهزة مساعدة، أصبحت دلوقتي جراحة القلب والصدر من التخصصات الواعدة. الحقيقة أن أنا حابب أعرف الأول يعني إيه جراحة القلب والصدر. جراحة القلب والصدر دي تخصص جراحي من التخصصات الدقيقة جدا اللي بتلتزم، الصراحة هي بتحتاج جزء عالي جدا طبعا من توفيق الله سبحانه وتعالى، جميل. من المهارة العالية، من العلم عند الجراح، والخبرة العالية جدا. بالظبط. الخبرة طبعا اللي هي بكتر الاحتكاك بالحالات، وحاجة جميلة جدا برضو كان علمها لنا أساتذتنا الثبات الانفعالي. صراحة جراحة القلب والصدر من الجراحات اللي احنا بنقابل فيها زي ما بنقول ايه non anticipated complications، يعني مضاعفات غير متوقعة ممكن تحصل مرة واحدة. بالظبط. سرعة الثبات الانفعالي للجراح اللي معتمدة زي ما بقول لحضرتك طبعا على توفيق الله وعلى مهارته وعلى علمه وعلى كتر ممارسته للجراحة ومشاهدته. أنا بشبهه يا دكتور بالمهارة برضو بتاعت المذيعين، يعني ساعات بيحصل لهم حاجات طارئة كده على الهواء لازم يكون ملم بدي. نفس الحكاية الطبيب لما بيكون في الجراحة متعرض ان ممكن يحصل انفكشن في الأثناء العملية، هو عنده ثبات ده ان مفيش اي مشكلة. الحقيقة احنا بنقابل المشكلة دي بشكل يعني يومي تقريبا. بالظبط. وحتى الحاله اللي حضرتك ممكن متوقعه انها ما يحصلش فيها مشكله ممكن تحصل مشكله من لا شيء. هنكمل كلامنا يا دكتور، وخلينا نقول اختيار الطبيب ده شيء مهم جدا في الجراحات، بيعتمد زي ما حضرتك قلت لنا على الخبره وعلى مهاره الطبيب، ودي نقطه مهمه اللي هتفرق في نتيجه الجراحه بشكل تمام. كبير تمام. وهنكمل كلامنا بعد الاتصال التليفوني. الو الو. ايوه اهلا بيك. لو سمحتي انا بكلمكم من سوهاج. اهلا بيك وكل اهلا بكل اهل سوهاج. انا كنت كشفت عند الدكتور فقال لي ان انت عندك ضيق يعني في الشريان التاجي وضعف في عضلة القلب بنسبة 51.5% بنسبة 51%. نعم. وبعد كده انا يعني ممكن ابقى قاعد عادي بس يجيني ايه ان انا محتاج كده نفس عميق اخده او شهيق كل شوية، يعني ممكن بس كل مثلا 7-8 دقايق او 5 دقايق ابص الاقي نفسي محتاج لان انا اخد شهيق. الحياة التانية اني ودني فيها شوة على طول، ليل ونهار فيها شوة. فانا عايز اسأل الدكتور ايه الحالة بتاعت دي، يعني الدكتور اللي عطاهوني علاج الضغط كوفرسيل وعطيني علاج للدهون الثلاثية
اطور واعطيه لي مدر للبول، ما عطنيش حاجه لل يعني خاصه بالقلب معين يعني. فأنا عايز أنا أستفسر من الدكتور لو يسمح يعني. معلش عايز يعني ممكن أسأل حضرتك، هل يعني هو الدكتور قال لحضرتك إن ضعف عضلة القلب وقصور في الشرايين ده بناءً على يعني حاجة عملها لحضرتك، يعني عمل لحضرتك قسطرة أو فحوصات موجات لا عمل سمتية؟ إيكو هو. عمل إيكو. آه. تمام. سن حضرتك كام يا فندم؟ نعم. سن حضرتك كام؟ سن 59 سنة. 59 سنة. تمام. طيب يا فندم ليك اي اسئله تانية؟ لا انا كنت بس اسال على حكايه الودان دي والشهقه اللي انا باخدها دي كل شويه يعني ليهم علاقه بالقلب يعني. طيب الف سلامه عليك وبشكرك شكرا جزيلا على اتصالك، حالا الدكتور هيطمنك. اتفضل يا دكتور. بصي حضرتك، قصور الشرايين الانتاجيه ده من الامراض المنتشره جدا واللي انتشرت جدا دلوقتي. انا عايز اقول لحضرتك انها ده يعتبر من تقريبا رقم واحد دلوقتي في الوفاه، يعني على مستوى العالم مش عندنا بس. طبعا ده نتيجه ان يعني كتر الاسباب اللي بتؤدي لقصور الشرايين. قصور الشرايين ده باختصار شديد جدا يعني عشان الناس تبقى عارفه، هو الشرايين التاجيه اللي محوطه القلب اللي هي بتساعد عضله القلب بيحصل فيها ضيق. الضيق ده بيبقى نتيجه التصلب بتاع الشرايين اللي هو بيبقى ناتج من الدهون. في نظريات كتيره طبعا على بتفسر الموضوع ده هو، لكن في عوامل مساعده كتيره جدا بتزود المساله. طبيعه الاكل اللي مش مظبوطه، الدهون الكتيره اللي احنا بناكلها في اكلنا، اللايف ستايل، الحياه نفسها، عدم الحركه او المجهود اللي هو الرياضي اللي احنا المفروض ننفذه. ناهيكي طبعا عن السجاير، التدخين طبعا بـ 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 بكل انواعه. يعني الظروف الحياتيه اللي بنعيشها الظروف الحياتيه كلها عامل مساعده خلت الموضوع ده كتير جدا دلوقتي يظهر بالشكل ده. طب نقدر نقوله ايه دكتور يعمله عشان معانا كمان تليفون؟ ايه اللي يتوجهه بشكل هو بالنسبه للاستاذ طبعا كسؤال وبالمنظر ده، هو لازم الحاله بتاعته تقيم تقييم كامل. هو عمل حضرتك موجات صوتيه علشان نتاكد ان هو عنده فعلا قصور في الشرايين التاجيه. طبعا لازم يعمل قسطره تشخيصيه او دلوقتي في بالاشعه كمان اللي هو سي تي انجيو، دي علشان تبين لنا ايه هي الشرايين المسدوده عنده ومدى انسدادها. تمام. علشان يعيش حياته يعني لازم يلاقي حل المشكلة. هو نسبة الضعف اللي قالها دي بتشير لحاجة يا دكتور وانه محتاج فعلا يعمل الحاجات دي كلها؟ بصي، هو عضلة القلب المفترض طبيعيا جدا المفترض تبقى 75% فما اكتر. طبعا اقل من كده طبعا بنقسمها درجات، لكن انا اللي عايز اكده او يعني اللي عايز يعني اعمل استريس عليه شويه ان احنا لازم نحدد فين المشكله. بالظبط. لو هو ضيق في الشرايين ده هو مش هيقدر يفضل يعيش طول حياته بان انا بشتكي وياخد علاج وبتاع والمساله ماشيه كده. لا، لازم نحدد فين السبب. هل في شرايين فعلا مسدوده عنده ولا لا؟ هل الضعف بتاع عضله القلب ده نتيجه اسباب تانية ولا لا؟ هل المشكله في الصمامات ولا لا؟ تمام. اخيرا بقى قبل ما ناخد الاتصال، الشهيق والزفير اللي كان بيسال عليهم وموضوع التشويش في الودان ليهم علاقه ولا هو التشويش في الودان ما اظنش ان هو يعني ملهوش علاقه قوي بالقلب، لكن طبعا حكايه النفس ديت عضله القلب كل ما بتضعف طبعا كل ده ما بيأثر على وظائف القلب والرئه مع بعض. تمام. وبالتالي بتخلي تقييم زي ما حضرتك قلت وفحوصات هتعرف السبب فين او اسطره تشخيصيه. ناخد كمان تليفون. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك. الله يخليك. عادي فهم. اتفضل. حضرتك بس انا كنت عايز اسال الدكتور بس عن نهجان بيجي لي كده. حضرتك لما اجي اجري لما اجي اعمل اي مجهود، انا عندي 24 سنه. فحضرتك انا دخلت جيش، كان جيش سينا، فمش عارف بقى ده تاثير من الجيش ذات نفسه او من ايه بالظبط. الم بالظبط فين يعني بتحس بالالم عامل ازاي؟ نهجان. هو نهجان يعني نهجان مش الم. كل مجهود يعني اقل حاجه يحصل فينا نهجان كتير. انا بشرب سجاير عامه ما بدخنش، بس احيانا انا كان جيش فينا وكده، فلما دخلت الجيش يا فندم حاسس بده بعد كده. حسيت بده بالظبط. دكتور ليك اي اسئله عليه؟ حضرتك قلت سنك 24 سنه صح؟ 24 سنه تمام. حضرتك ما يعني ما تفتكرش ان كان بيجي لك التهابات في اللوز كتير زمان او شلتها؟ يعني حد قال لحضرتك ان في حمى روماتيزميه جات لك او كده؟ انا شلت اللوز من كترها يعني. وحضرتك ما تابعتش بعدها او ان انت ما خدتش اللي هو البنسلين طويل المفعول بعدها؟ تمام. تمام.
طيب بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. تابعنا حالا الدكتور هيطمنك ان شاء الله. شكرا. طبعا هو النهجان في السن الصغير ده بيحتمل كذا سبب يعني، خصوصا ان هو بيقول برضه سبب ان هو اشتغل في سينا او كان جيشه في سينا، تعرض طبعا لرمال وحاجات كده، دي ممكن برضه نقول انها يعني يبقى فيها شق صدري يعني في الموضوع. لكن لو اتكلمنا على الشق القلب فيها طبعا الحمى الروماتيزميه دي اللي احنا دي من 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 أسوأ الكوابيس اللي احنا بنعاني منها في دول العالم الثالث كلها بصفه عامه، وفي مصر طبعا بصفه خاصه، من كتر اللوز والتهابات اللوز في الصغر بالذات يعني. للاسف دي بتاثر فيما بعد على صمامات القلب، وبتعمل طبعا مشكله كبيره بعد كده اذا ما اتعالجتش في ساعتها يعني. يعني اذا كانش الطفل من ساعتها، من ساعه ما جات له التهابات اللوز كتير شالها ماشي اوكي مفيش مشكله، لكن بعد كده لازم يمشي على علاج بنسلين طويل المفعول، بياخده حقنه شهريه 1,200,000 وحده، حقنه شهريه يا اما لغايه سن 25 سنه يا اما 5 سنين بعد اخر مره جات له فيها الحمى الروماتيزميه ديت، يا اما وانا بفضل كده مدى الحياه. ده الافضل ليه؟ لان هي الحمى الروماتيزميه ده زي ما بنقول اوتو اميون ديزيز يعني، يعني هو 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 مرض بيحصل نتيجه ميكروب حصل جاله في 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 في, في الحلقه او في اللوز، وبيحصل منها مناعه في جسمنا، فللاسف المناعه اللي في جسمنا نفسها هي اللي بعد كده بتدمر انسجه جسمنا، الصمامات بتاعه القلب، الكلى، الكلام ده، فاحنا لازم نحميها من صغرنا في كده. طيب بالنسبه للسؤال، وهو طبعا هو ده بيحتمل الشقين يعني، يحتمل ان هو طبعا هو على حسب مجهوده، لو هو طبعا انا ما لحقتش اساله طبعا، او هو احنا قفلنا قبل ما نساله مجهوده قد ايه يعني، هل هو حس بده بعد الجيش؟ اكيد الجيش بيبقى في تدريبات وكلام من ده يعني، فواضح ان هو طبعا قادر يعمل مجهود طبيعي. احنا بنتكلم طبعا على العيان اللي هو لو كانت الصمامات هي اللي فيها المشكله قوي يعني، المجهود بيتدرج ان هو ابطو ان هو ممكن ما يبقاش قادر حتى يقوم من مكانه او يمشي في الكوريدور في البيت. بيطلع ادوار احنا بنقسمها على حسب بيقدر يطلع كام دور وبعد كده ينهج. فطبعا هي بتعمل رسم قلب مجهود ولا الايه يا فندم؟ بتعمل بالمجهود بقى عن لا هو طبعا هو محتاج يعمل طبعا اكيد اشعه عاديه على القلب، اللي هي اشعه صدر عاديه، وطبعا موجات صوتيه على القلب طبعا علشان نطمن هل صمامات القلب دي اتاثرت ولا لا. وساعتها نقدر نشخص المشكله عنده فين بالظبط، هل هي في الرئتين او هي مثلا حاجه من الغبار او الكلام ده كله، او ان هي حاجه خطيره. وبنسال ايه الشفاء، بناخد كمان تليفون يا دكتور عشان ما اطولش عليه. الو مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. اهلا بيكي يا حبيبتي. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا اتفضلي دكتور احمد معاكي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. اهلا بيكي. الله يكرمك يا دكتور، انا جالي الام جامده في صدري وما قدرتش تاخد نفسي خالص وسرعه ضربات القلب، فتوجهت طبعا لدكتور القلب. فدكتور القلب اداني عمل لي رسم قلب الاول، واداني دواء اللي هو البيتا للصبح والليل لضربات القلب، واداني دواء فيولا، واداني دواء القلب اللي هو بيتاخد الصبح وبعد الظهر. قعدت عليه 3 شهور وقال لي رجعيني بعد 3 شهور. رجعته بعد 3 شهور قال لي خلينا على الدواء على طول، وبرضه بيعمل لي رسم قلب. عملت ايكو عضله القلب 65%. فقال لي مفيش مشكله ما فيهاش اي حاجه وما تخليش. دلوقتي جاني عرض ثاني نهجان. اعمل مجهود بسيط بس في البيت انهج على طول. وساعات اعرق. وبعدين هو كاتب لي التشخيص بتاعه HIN وCAD وSOB. هل ده يعني كسور في الشريان التاجي ولا راي حضرتك ايه؟ سن حضرتك كام يا فندم؟ سني 62 سنه. ربنا يديك الصحه. الله يكرمك يا دكتور. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا الله يخليك يا رب. ممكن تتابعينا من شاشه التلفزيون، الف سلام عليك. اتفضلي يا دكتور. هو سؤال المدام مشابه جدا لسؤال الاستاذ اللي كان في الاول شويه، اللي هو برضو عند السن الكبير دايما قصور الشرايين ده بتحصل. نفس الكلام طبعا دكتور دكتور القلب اللي هي كانت معايا طبعا هو عمل معاها فعلا كل شيء كويس. طبعا هي بقالها انها طبعا لازم برضو زي ما بقول نحدد المشكله فين. طبعا انصحها انها لازم تعمل قسطره عشان تعرف فين الشرايين اللي عندها ومدى ضيقها. ان المشكله ان احنا نترك المساله بدون علاج ده علشان نستعيد حياتنا الطبيعيه. هي بتقول لك ما بتقدرش تتحرك في بيتها يعني، تمشي بتنهج جوه بيتها، او يعني عندها الام شديده جدا. احنا دلوقتي في جراحات القلب احنا لما بنحدد الهدف بنحدد الشرايين ونحدد ايه هي الشريان اللي فيه المشكله،
جميل. احنا زي ما احنا بنقول احنا كده بنهاجمه، بنعمل عليه، بنزرع له شريان جديد يعني، او 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 وصله شريانيه جديده بعد الحته اللي فيها دي. لك ان تتخيلي ان طبعا طبعا هي مع كفاءه اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي في جراحات القلب وفي تطورها، مدى كفاءه الوصله الشريانيه اللي انت بتعملها بتفرق كتير طبعا. زي ما قلت لحضرتك يعني الوصله نفسها لما تبقى معموله صح دي بتفرق جدا مع العيان على اللونج ران، على المدى البعيد. الالام دي بتختفي يا دكتور؟ الالام دي طبعا بتختفي بشكل تدريجي، خصوصا طبعا لو الوصله معموله فعلا كويس بدقه كويس، بتختفي طبعا بعد كده ان شاء الله. والعيان نفسه بيحس بعد كده. طبعا هو المساله بتاخد بشكل تدريجي يعني، يعني مش النهارده بيعمل العمليه بكره بتختفي يعني. بس اتليست الاعراض اللي احنا بنشوفها على جهاز رسم القلب وعلى تحاليل العيان وعلى حركته العاديه الحاجات دي بتختفي تقريبا بعد الجراحه. جميلة. اذا مش يعني هي محتاجه دلوقتي فحوصات عشان محتاجة تقدر طبعا تعرف لازم المشكله فين بالزبط. وتبتدي في الجراحه دي لو الحاله بتاعتها محتاجه فعلا الوصله دي عشان تقدر تستعيد تاني يعني الممارسه، تستعيد حياتها وتقدر تخرج وتمشي يعني. ناخد كمان اتصال تليفوني معانا. الو، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام، اهلا بيك. حضرتك الشيخ محمد معوض من طوخ اليوي. اهلا بيك استاذ الشيخ، اتفضل. ممكن اسال الدكتور لو سمحتي؟ طبعا اتفضل دكتور احمد، معاك. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. لحضرتك كنت عامل قسطره من سنه ونص، قسطره تشخيصيه. تمام. ايوه يا دكتور، معاك. قسطره تشخيصيه دلوقتي حضرتك يعني ماشي على العلاج من ساعتها، وفي الوقت بحس بقى اسبوعين بان انا نايم ببقى يعني ببقى مخنوق زياده عن اللزوم، ما قمتش بسرعه، بحس ان انا تعبان جدا هموت، لازم اقوم نفس في مكان غير السرير وكده. ودلوقتي بقى لي يومين نفس الاعراض حضرتك اللي هي النقح جوه القلب، وعضله كفاءه العضله حاليا 45 تقريبا او كده، تتراوح بين 45 47 42 سنة. حضرتك كام يا شيخ محمد؟ 53 سنة. 53 سنة. طب والدكتور اللي عمل لك القسطرة قال لحضرتك ايه يعني؟ هل عندك ضيق حد في الشرايين او قال لك تمشي على علاج دوائي فقط؟ قال لك كسور في الشريان التاجي وامشي على الدواء المكثف ده لحد الوقت ماشي عليه حضرتك. طيب ليك اي سؤال تاني؟ لا بس هي الحاجة اللي بتيجي للواحد دي اتفضل عدم التنفس، قدرة على التنفس حاليا يعني. طيب ألف سلامة عليك ونسأل ليك الشفاء. تابعنا من شاشة التلفزيون وبشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. اتفضل يا دكتور. هي قصور الشريان التاجية يعني بيتراوح على حسب درجة الانسداد في الشريان. وبالتالي بيتحدد على أساسه نوع العلاج. هل يمشي على علاج دوائي؟ هل يعمل قسطرة علاجية؟ هل يعمل عملية جراحية؟ الكلام ده على حسب درجة القصور وعلى حسب تحليل الاسطر. انا زي ما سالته كده الدكتور قال لك ايه؟ قال لي عندي انسداد. طبعا هو لازم احنا بنشوف الدرجات، درجه الانسداد يعني احنا لما بنعمل الاسطر بنطلع كل شريان ده مسدود بكام في الميه، 50% 60% 90% 100%. على حسب الدرجه بنحدد طريقه العلاج. طيب. هل يمشي على علاج دوائي يعني حاجات تحسن درجة نسبة مرور الدم في الشرايين التاجية ديت عشان الأعراض دي تخف. دي في حالات طبعا لما يكون الانسداد قليل أو يعني ليها يعني ليها أسباب كتير، لكن خلينا نقولها ببساطة عشان بس الناس، إن هو لما تبقى درجة الانسداد قليلة بيمشي على علاج دوائي. طيب. لما تبقى درجة الانسداد بتوصل لغاية 50% مش أكتر يعني، ممكن يعمل ساعتها دعامات اللي هي الأسطرة العلاجية زي ما بنقولها. طيب. لو درجة الانسداد أكتر من كده أو هم أكتر من شريان يعني لو هم 2 أو 3 أو أكتر بيبقى الحل الأسلم في كل الكلام ده كله إن هو يعمل جراحة. ليه؟ لأن العلاج الدوائي ساعتها مش هيفيده كتير. زي ما هو كده بياخد العلاج الدوائي مش هيحسنه، هيفضل برضه يحس بالاعراض وبيتعب وبتاع. لانه انا برضه عايز اقول لك القصور الشريان التاجيه ده زي ما احنا بنقوله بروجريسيف ديفيوز ديزيز، هو المرض ما بيقفش، التصلب بتاع الشرايين ده بيفضل مستمر. هتبقى لحضرتك ان العلاج اللي بناخده طبعا في درجاته القليله من الانسداد عشان تحسن كميه الدم اللي ماشيه في الشرايين وتحسن الكفاءه. الحاله على حسب الحاله، قوه الحاله وتاخرها قد ايه. فطالما ما جابش تاثير العلاج يبقى نغير العلاج. الدعامه لما نحطها اللي هي ليها برضو ظروفها اللي لازم نستخدمها فيها
برضه بتحسن طبعا. الدعامه بتحطه بتفتح الشريان وبتحاول تشيل الجلطه اللي كانت موجوده او الانسداد اللي كان موجود، وليها برضه زي ما قلت لحضرتك ليها مقاييسها وليها ظروفها اللي بتستخدم فيها. لكن لو كانت درجه الانسداد شديده او اكتر من شريان او شريان رئيسي، يعني احنا القلب شرايين تاجيه بتاعه القلب هي يعني رسمتها كبيره وبتاع، طبعا الدكاتره كلهم اكيد عارفينها، بس انت عندك شريان رئيسي مثلا، اهم حاجه واحد في القلب اهم منهم هو الشريان الرئيسي للقلب، طبعا الانسداد فيه ده خصوصا لو كتير هو ده يعني غالبا طبعا علاج دوائي مش هينفع معاه. الدعامات برضو غالبا يعني دلوقتي طبعا بقى في برضه ثوره كبيره جدا في الاساطر العلاجيه، بقت تعمل نتائج فعلا كويسه جدا يعني تطور طال الدعامات وفرق كتير جدا في النتائج بتاعتها. طبعا الدعامات طبعا كويسه جدا، لكن اللي عايز اقوله انه لو هو الانسداد شديد جدا وفي اكتر من شريان، انا بنصح مش عشان انا جراح، بس انا بنصح ان هي الجراحه هي اللي بتدي للعيان فعلا، خصوصا لما تبقى الجراحه ماهره بتدي له الحل الامثل للمساله. جميل قوي. ناخد كمان اتصال تليفوني. الو الو الو، اهلا بيك، اتفضل. ايه يا فندم، ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل دكتور احمد معاك. دكتور لا ايوه اتفضل، نوطي صوت التلفزيون. اتفضل يا فندم. ماشي حاضر. يا دكتور انا جيت في نوبه كده بنعمل رسم قلب، فجيت الدكتور اللي هو شافه حاجزنا في العنايه، تمام ماشي. ايوه. وقال لي انت عندك قصور في الشريان التالي. طلب مني اللي هي الاشعه الموجات فوق الصوتيه، تمام. فلما عملتها قال لي لا انت تمام ما عندكش حاجه، فانا مصدق اللي هو رسم القلب ولا الاشعه؟ يعني سن حضرتك قد ايه يا فندم؟ 27 سنه. ودخلت الرعايه المركزه بناء على رسم القلب. اللي كان رسم القلب قال لحضرتك كان بيعبر عن ايه ساعتها؟ قصور في الشريان التاجي. كان رسم القلب يعبر عن قصور في الشريان التاجي. تمام. وقعدت حضرتك في الرعايه قد ايه؟ 24 ساعه. قالوا لحضرتك انك خدت اي علاج فيها او مذيبات لجلطات او اي حاجه؟ لا 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 لا. وبعد 24 ساعه حضرتك خرجت كويس و لما عملت الاشعه بص فيها تمام، قال لي لا لا الاشعه مطلعه ان انت تمام ما فيش اي حاجه. حضرتك مدخن؟ مدخن. طيب يا فندم شكرا. بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك، اتفضل يا دكتور. بص حضرتك في حالات من حالات القصور الشرايين التاجيه دلوقتي، ودي اللي احنا بقينا نشوفها دلوقتي، انها بقت تظهر في السن الصغير. يعني احنا كنا كان قبل كده طبعا المساله الناس بيجي لهم قصور شريان تانيه فوق بقى سن ال 45 سنه. دلوقتي لا، دلوقتي بقينا نشوف ثلاثينات، وزي ما حضرتك مثلا ده 27. طبعا ده مش هقدر احلف على حاله الاستاذ ده ان هو طبعا عنده قصور شريان تانيه، خصوصا ان هو لما دخل الرعايه وخرج عمل الموجات الصوتيه او حاجه كده. لكن هو في بعض حالات ان هو بيحصل زي ما بيقولوا سبازم في الشرايين التاجيه، يعني تقلص في الشرايين التاجيه. كتير جدا دي بتحصل مع الناس اللي هم المدخنين، مع دي ما اقدرش اقول ان هي دي قصور في الشريان التاجي، لانها هي ما فيهاش تصلب شرايين خصوصا على السن الاصغر يعني. لكنها بتحمل مخاوف عديده جدا فيما بعد. نعم. خدتي بال حضرتك؟ دي مش هتحتاج طبعا تدخل جراحي او حتى دعامات في الاول خالص. التقلص ده احنا بنحدد سببه ايه، هل هو التدخين طبعا يبطل، لو هو متوتر بشكل كبير جدا، له عديد من الاسباب اللي هي اللي ممكن تحصل بالذات في الشباب الصغير، ضغوط الحياه بزياده قوي، متوتر قوي، هو شخصيه يعني من الحساسين، حساس قوي بزياده، نرفز يعني زي ما بيقولوا كده. فده ممكن يكون نادر طبعا ان هو يدخله رعايه مركزه، طبعا ان هو يوصل للدرجه دي ان هو يدخله رعايه مركزه، لكن هو ممكن يعني يعني ممكن يكون هو من النوع اللي هو اللي اهتم قوي منها ساعتها، او هي كانت الحاله فعلا قويه. طبعا احنا لازم نشوفها يعني، او يعني كنا ساعتها لازم نشوفها. ممكن طبعا يكون زي ما قلت لحضرتك انه دلوقتي مساله الشرايين دي اصبحت ما بقيناش زي ما احنا بنقول هو العيان الكبير هو ده اللي احنا يعني اول ما يدينا الشكوى نقول خلاص هو ده، لا ده بالعكس بقى في دلوقتي عيانين صغيرين. بالظبط. يعني بقى في ثلاثينات عشرينات بتظهر اسباب ثانيه وحاجات وبقت متطوره جدا، بنصل من خلالها لادق الدقه لداخل القلب، بنعرف المشكله جايه لازم طبعا يبقى
يعني اي عيان بيجي له شكوى بالمنظر ده لازم يبقى فيه فحوصات اتليست الحاجات اللي هي البيزكس خالص اللي هو صوت القلب العاديه، موجات صوتيه طبعا لو احتاج، رسم قلب طبعا لو احتاج، حاجات بعد كده بقى على حسب الحاله احنا بنوجهها يعني. طب ناخد كمان تليفون معانا. الو الو الو، معانا تليفون؟ طيب فقدنا الاتصال، بشكرك شكرا جزيلا. ممكن نعود المحاولة مرة تانية على رقم القناة الموجود أسفل الشاشة، وبنرجع يا دكتور لكلامنا. كنا بنتكلم عن جراحات القلب والصدر، وقلنا يعني يا دكتور قد إيه مهمة الجراحات دي وقد إيه اختلف مفهومنا تجاهها. تمام. بقاش زي زمان النظرة بسبب التطور والتقدم الطبي اللي مش بقى كل يوم، ده بقى كل ساعة يا دكتور بيظهر عنا بجديد. الإمكانيات اختلفت، الأجهزة اختلفت، كمان مهارة الطب يعني والطبيب نفسه وخبرته وسفره بره بيختلف. لا وقدرتنا دلوقتي على التشخيص كمان وتحديد المشكلة. هي دي بقت التطور دلوقتي يعني. ان انت دلوقتي بتقدري تحددي انت داخلة على ايه بالظبط. طبعا ده زي ما قلت حضرتك طبعا نتيجة التطور بتاعنا، الاحتكاك برضو بره، الاحتكاك بالخبرات الكبيرة. طبعا الواحد ما يقدرش ينسى فضل اساتذتنا علينا طبعا، يعني ادونا من علمهم ومن خبراتهم. ما نقدرش ننسى فضلهم علينا طبعا في كده. لو قلنا يا دكتور ودخلنا في يعني اهم اشكال الجراحات القلب اللي ممكن نتكلم عنها ونفصل فيها اكتر واشهرها اللي دايما واغلب الناس بتعملها، ايه هي الجراحات دي واسبابها بتكون ايه عشان يحتاجوا الجراحة دي؟ هنتظر من حضرتك الاجابة، ولكن هستأذنك واستأذن السادة المشاهدين معانا فاصل قصير جدا، ومن تاني هنرجع نكمل. والصدر وكسور الشرايين التاجية من اهم اسباب هذه الجراحات. بس اسمحوا لي ارحب بضيفي مرة تانية دكتور احمد صابر، استشاري جراحة القلب والصدر وزميل الكلية الملكية للجراحين بجلاسكو بريطانيا. اهلا بك يا دكتور مرة تانية، نورنا وشرفنا. دكتور احمد كنا وقفنا قبل الفاصل عند الجراحات القلب دي اشكالها ايه واشهرها ايه، ولكن برضو هنتظر الاجابه من حضرتك بعد الاتصال التليفوني. استاذنك. الو الو الو. وعليكم السلام، اهلا بيك، اتفضل. ايوه طبعا دكتور احمد معاك، مستاذنك نعلي صوتك كده شويه. لو سمحت يا دكتور انا تعبان. ايه اللي تعبان؟ صدري من فوق كده مش عارف، صدرك من فوق تعبان. صدري من النص كده من فوق. يعني بتحس بايه؟ بخنقه؟ بالم؟ بايه؟ لا بحس بالعظم نفسه كده فيه زي نار كده طالعه منه. وده يعني بقاله قد ايه؟ ده بقى له سنه. سنه كشفت؟ عملت تحاليل؟ عملت اشعه؟ عملت اشعه ايكو قال لي القلب سليم. تمام. وعملت رسم قلب عادي قال لي سليم. فبيقول لي ده التهابات في العظم. تمام. حضرتك سنك قد ايه؟ عندي 42. انا فهمت من كلام حضرتك ان الوجع في منطقه القفص الصدري فقط، يعني في العظام المحيطه بالقلب صح؟ فوق. في نص القفص الصدري كده من فوق. في نص القفص. طب هي محوطه يعني جذع حضرتك كله؟ يعني انت حاسس بيها اكنها حزام محوطه جسمك كله؟ لا هي حته صغيره كده من فوق كده من اخر الصدر كده من فوق كده نار كده بتطلع من العظم. طب حضرتك عملت اشعاعات عاديه على القلب على الصدر بينت اي حاجه؟ عملت اشعه. عملت اشعاعات ما بينتش حاجه. لا ما فاهم الدكتور قال ما سليم. طيب كان لي سؤال تاني؟ لا شكرا. طيب اشكرك شكرا جزيلا والف سلامه عليك. هو طبعا حاله زي كده اذا كان زي ما هو بيقول يعني الموجات الصوتيه على القلب او الاشعاعات اثبتت ان الرئتين والقلب سلام ما فيهمش مشاكل، وان الوجع ده كله منصب على القفص الصدري يعني او العظام. فالمساله دي ممكن يعني ممكن غالبا في حاجه من يا اما بتبقى التهابات في العظام نفسها او في العضلات المبطنه للقفص الصدري او في الاعصاب نفسها. في حاجه مثلا زي الحزام الناري اللي هو بالعربي اسمه الحزام الناري، يعني ده بيعمل وجع تقريبا بيحزم العين كله. يعني
زي ما هو اسمها حزام ناري، حزام ناري، حزام طبعا بيحس بوجع شديد جدا، وده نتيجه التهاب فيروسي في الاعصاب. بيبان في ايه يا دكتور؟ في اشعه معينه؟ لا ما بيبانش في الاشعه خالص، هو ده بيتشخص كلاني يعني طبيا كلانيكال. وليه علاج معين بقى؟ طبعا علاج الفيروس، لا علاج دوائي فقط، وما بيحتاجش نوع من الجراحه. التهابات العظام او التهابات العضلات ممكن يكون هو طبيعة شغله، مثلا بيتعرض لأجواء متضاربة من البرد ومن السخونة أو كده، فبتعمل نوع من الالتهابات في الأعضاء، مايالجيا أو مايوسايتس أو استرالجيا، أو يعني الالتهابات دي بحاجات بسيطة ما بيبقاش فيها دور قوي للجراحة في الموضوع. يعني ما يتعرضش، يحاول يحافظ على نفسه شويه من الاجواء المختلفه، برد والسخونيه اللي احنا متقلين. وطبعا لازم منهم. طبعا ياخد له طبعا علاج دوائي من المضادات التهابات، علشان اي التهابات في الاماكن دي طبعا لازم تعالج. جميل جدا. ناخد كمان تليفون معانا. الو الو الو، اهلا بيكي. ممكن اكلم الدكتور احمد لو سمحتي؟ اتفضلي يا حبيبتي. الو. ايوه اتفضلي حضرتك معانا. أيوة. على الهوا. ممكن اكلم الدكتور احمد؟ ايوه الدكتور سامعك، اتفضلي. بصي يا دكتور، موطي صوت التلفزيون. بصي يا دكتور، انا عندي ورم في رجلي. يا حبيبتي، ورم في رجلي. انا عندي ورم في رجلي. والدكتور قال لي اعمل لي رسم قلب. اما عملت رسم القلب قال لي في ضيق في الشريان التالي. وبعدين ولما بطلع السلالم بنهج، ولما بمشي بنهج. فطبعا انا تخوفت من حكايه ضيق الشريان التاحي. اعمل ايه بقى؟ هل ده محتاج جراحه، ولا محتاج مثلا علاج، ولا اروح لدكتور ايه؟ حضرتك عندك كام سنه؟ عندي 65 سنه. دكتورك اي اسئله؟ 65 سنه. حضرتك بتقولي في الورم في رجليك يا فندم الاثنين صح؟ ورم في رجليا الاثنين. بيوصل لفين يا فندم؟ بيوصل لحد الركبه. بيوصل لحد الركبه. طب وباخد حاجات تنزل الميه بس ما بتفش. حضرتك بتعاني من اي امراض في الكلى؟ لا، عملت عملت عندي السكر. السكر. ايوه. والدكتور شخص حضرتك برسم القلب، قال لحضرتك ان هو في كسور. عندك ضيق في احد شرايين القلب. ضيق في احد شرايين القلب. وحضرتك رسم القلب ده يا فندم، يعني انت بتحسي بالوجع ده موجود معاكي على طول؟ ايوه، بحس بنهجان. ونهجان لما اطلع السلم، ما بقدرش اطلع دورين حتى. وبحس بنهجان وانا ماشيه، ما بقدرش امشي كتير. يعني نهجان مش وجع؟ نهجان، لا، ساعات بيبقى في وجع في صدري برضه، بس مش كتير. يعني حضرتك بتعاني من اي امراض صدريه، حساسيه على الصدر؟ لا. او لا، ما عنديش. ما عندكيش يعني حساسيه على الصدر؟ عندي حساسيه في على الصدر. وحضرتك بتاخدي لها علاج يا فندم؟ باخد لها علاج. منتظمة عليه حضرتك ولا يعني؟ منتظمة فيه. منتظمة فيه. تمام. طيب اوكي، شكرا. ألف سلامة عليكي، بشكرك شكرا جزيلا. أيوة منتظمة. طيب اسمعيني على شاشة التلفزيون. بشكرك. طيب. ألف سلامة عليكي. شكرا يا حبيبي. اتفضلي. طبعا هي بالنسبة لشكوتها، أنا ما أقدرش أشخص طبعا إن أنا عندي شريان محدد برسم القلب فقط. يعني انا لازم برضو عشان احلف ان انا عندي شريان معين مقفول، لازم اعمل له قسطره. يعني لازم اشوفه بعيني او احلف كده، مش مجرد رسم القلب. هي صراحه كمان شكوتها نهجان اكتر منها وجع في منطقه الصدر. دايما قصور الشريان الترجيه بيبقى مصحوب بوجع. حتى احنا بنقوله دايما وجع ورا عظمه الصدر، الصورة الكلاسيكية، يعني وجع في عظم الصدر بيسمع في الكتف الشمال والدراع الشمال، الصورة اللي هي الكلاسيكية بتاعتها. لكن طبعا ممكن يظهر بصور تانية، يعني ممكن يظهر بيبقى وجع في الرقبة فقط، ممكن يبقى وجع في الأسنان. بالنسبة لها للأخت المتصلة، إنه الشكوى بتاعتها هي شكوى نهجان أكتر منها وجع. بالظبط. إحنا نسينا نسألها سنها كام أظن؟ هي 65 سنة. 65 سنة. فالحساسية اللي عندها دي تفسر جدا حكاية النهجان.
جايز يكون علاجها اللي بتاخده مش يعني مش كافي جدا علشان يحسن الرئتين وبالتالي النهجان ده ما يروحش. فاحنا طبعا علشان نوصل لحل جذري في المسألة كلامها طبعا على انه مفيش وجع او الوجع قليل جدا، لكن انا شايف من معظم كلامها ان هو المسألة نهجان اكتر منها وجع، فالنهجان بيمشي اكتر مع كلامها ان هو يبقى فيه عندها حساسية على الصدر. ف اصول كده او كده طبعا عشان نستبعد تماما المشكله اللي في الشرايين التاجيه اللي هي طبعا بالنسبه لنا مشكله خطيره، ان احنا لازم نعمل لها قسطره علاجيه سوري تشخيصيه عشان نعرف هل فعلا في ضيق ولا ما فيش. مش دايما رسم القلب بيدينا كلو او يعني مفتاح اكيد للمساله. لازم نعمل رسم القلب، هنعمل موجات صوتيه برضو لازم تفهمنا عضله القلب دي اخبارها ايه، هل فعلا فيها مناطق اتاثرت نتيجه القصور ده ولا لا. خلاص المرحله اللي بعد كده اللي هي احنا بنعمل قسطره عشان نثبت فيها المساله. طبعا بدعوها ان هي لازم برضو تكثف علاجها، علاج اللي هو حساسيه الصدر اللي عندها، ونشوفها يعني نشوف هل لما هي بتكثف العلاج ده النهجان ده بيقل ولا لا. وخصوصا زي ما قلت حضرتك هي ما بتشتكيش قوي من حكايه الوجع، دايما عيان القصور الشرعيه ده هو ده مشكلته جدا الوجع. يعني يقول لك انا لما بطلع الصبح في البرد بحس بالوجع، لما باكل واتغدى اكله تقيله شويه بحس بال يعني كلمه وجع دي هي الاشاره بالظبط اللي هي يعني مجرد ما بتسمعيها بتعرفيها على طول. وبعدين دايما يشاور لك يقول لك كده، يعني بيقول لك انا عندي وجع هنا الحته دي حاسس بطوبه قبضه، حاسس بطوبه هتكسر صدري يعني. ما بنتلخبطش فيها، اي كلام تاني حواليها غالبا يعني بيبقى حاجه تانيه بقى، يعني بنشك في حاجات تانيه على حسب السن بقى وعلى حسب الحاجات التانية. زي ما سألتها مثلا عندك حاجة في الصدر مثلا، قالت اه لا عندي حساسية، نبتدي نفكر في أسباب أخرى. يعني زي الأخ اللي قبل كده مثلا اللي هو 24 سنة وقال لي أنا كنت شغال في سينا ولا بتاع، يعني أنت ممكن يبقى في حاجة في الصمامات وممكن لا تكون مجرد حساسية على صدرك جات لك من الرمال أو جات لك من الأتربة أو جات لك من الكلام ده. لازم نشخصها. هي طبعا مش يعني احنا بنحاول ندعو الناس ان هو لازم يتجه للطريق ان هو يشخص مشكلته ما يسيبهاش. تمام، ناخد كمان تليفون معانا. الو الو، معانا تليفون؟ الو. طيب نرجع لموضوعنا يا دكتور ونلحق نجاوب على السؤال ونقول الجراحات القلب اهمها ايه واكثرها انتشارا. الحقيقه طبعا هي طبعا اشهر حاجه واللي هي اكتر حاجه طبعا بتهتم بيها او يعني بيهتم بيها الميديا وكل الناس عارفاها، اللي هي جراحه الشرايين التاجيه. نعم. وطبعا جنبها بيجي جراحات الصمامات. تمام. لكن هو صراحة ان القلب والرئتين دول اللي هو القفص الصدري ده مليان اعضاء او يعني انسجة كتيرة جدا محتاجة جراحات كتير. هنعرف يا دكتور ايه الجراحات دي وايه اللي بتناسب الانسجة، لان للأسف معنا يعني اتصال تليفوني رجع لنا. الو. ايوه اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا عايز اسأل الدكتور في حاجة. اتفضل. عندي شرايين طرفية. فعملت اشعة بالصبغة. أيوة. مقطعية، فقال في شريانين مسدودين في الفخذ من هنا ومن هنا. اما بمشي حوالي 200 متر قصبة رجلي من قدام توجعني قوي قوي، لازم اقف دقيقة على ما تفك وامشي تاني. فهو قال لي دلوقتي هنعمل يا قسطرة يا هنعمل لك باي باس للشرايين دي. الرجل اللي بتوجعني قال لي السدد في رجل ما بتوجعكش اكتر. طب اللي بتوجعني قال ده الوجع ده ما يكونش من الشرايين، لان السدد في اليمين اكتر رغم كده ما بتوجعنيش. نعم. فعايز اعرف بس راي الدكتور واعمل ايه، وقال لي اعمل لك باي باس يا أيوة. يا قسطره علاجيه. طيب دكتور توزيع يعني، بس المسافه السدد بتاع 10 سنتي يعني، هو وراني على الاشعه كده سودة شويه في الحته دي، الصبغه مش ماشيه فيها. فعايز اعرف راي الدكتور. عندك كم سنة؟ 74، بس ما عنديش أي أمراض تانية خالص غير الكوليسترول عالي شوية 260. تمام، ربنا يديك الصحة. LDL. تمام، بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك، ألف سلامة عليك. اتفضل يا دكتور. طبعا هو الموضوع ده يعني بعيد عن جراحات القلب والصدر، هي دي جراحات الأوعية الدموية الطرفية. نعم.
انا بس هقول له نصيحتي طبعا، يعني هو طبعا انسداد الاوعيه الطرفيه دي برضو محتاج تدخل، خصوصا ان هو على حسب بيقول ما يقدرش يمشي 200 متر يعني. في الحالات دي طبعا هو بيبقى عنده يا اما على حسب هل القافل الشريان الطرفي ده جلطه دي مثلا او الانسداد ده ممكن يتشال، او زي ما بنسميها الناس عارفها تسليك ليها، او ان هو يعمل لها باي باس زي اللي احنا بنعمله في القلب. طبعا هو الاحسن ان هو طبعا يسال السؤال ده للمتخصص في جراحه الاوعيه الدمويه الطرفيه. طبعا احنا بالنسبه لنا احنا بنشتغل على القلب والرئتين والاوعيه الدمويه الكبرى، يعني الشريان الاورتي او الاورتي والبالمونر الرئوي. الشرايين الطرفيه بيبقى طبعا احسن مني طبعا هيجاوبوا فيها اساتذه جراحات الاوعيه الدمويه. طيب ناخد كمان تليفون معانا. الو الو ايوه مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. اهلا بيكي، لو سمحت اكلم الدكتور معاك. طبعا اتفضلي دكتور احمد معاكي. لو سمحت يا دكتور عندي سؤالين. اتفضلي. ايوه دكتور. اتفضلي دكتور سامعك. اتفضلي. عندي ابني عنده 10 سنين. ايوه. وبيجي له نهجان كده، وعملت له تحاليل سرعه ترشيد وطلعت عنده 300. 600؟ 300 يبقى دكتور وصف له البنسلين بديه له كل شهر. تمام. بس وانا بقى عندي نهجه في صدري وضربات قلب سريعه وطقطقه في صدري، وحاسه يعني كده ان ممكن يكون حاجه في الشريان اتجه لك. حضرتك عندك كام سنه؟ عندي 29. 29 29 سنه. ومحضرتك يعني برضو انت حضرتك ما كنتيش وانت صغيره حد قال لك الحمى الروماتيزميه، او كنت بتعاني من اعراضها كده؟ لا انا شلت اللوز بقالي بتاع 5 سنين دلوقتي، بس ما انا بقالي سنتين بس بشكي بالموضوع ده، وما بقدرش انام، بنام وانا قاعده من اللي بيجيني ضيق التنفس كده، وببقى حاطه ايدي على صدري كده وصدري وجعني، الم في صدري. ده بقال حضرتك سنتين بتنامي وانت قاعده؟ يعني حضرتك ما بتعرفيش تنامي على السرير خالص يعني؟ لا ما بعرفش انام خالص. كشفت بطنه، كشفت كل حاجات كتيره، صدر كده ما والاشعاعات بتطلع كويسه ما فيهاش حاجه. لو حضرتك جربتي تنامي على ظهرك على السرير، هل ما بتقدريش تاخدي نفسك وتضطري تقومي؟ ما بقدرش اخد نفسي، وضربات قلبي تبقى سريعه واقوم، وصدري بقى يتقطع، لو صدري ما تقطعش ما اقدرش اخد نفس خالص. والم، الم شديد في العظم نفسه. انا في تعريفة. الف سلامة عليكي، اشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. اتفضلي. طبعا هو بالنسبه لحاله الولد هو كده الدكتور اللي معاها ماشي صح جدا، يعني كون ان هو يبقى جاله التهابات في الحلق وهيمشي على منسل طويل المفعول شهري، طبعا ده هو ده الصح فعلا، ولازم نفولو اب، يعني لازم نتابع. هياخد البنسلين طويل المفعول شهريا زي ما قلت لحضرتك، يا اما لمده لسن 25 سنه او 5 سنين بعد اخر مره حصلت له فيها، يا اما مدى الحياه. ولازم طبعا يتابع بعد كده يعني سنويا بموجات صوتيه، عشان دايما نتابع حاله الصمامات بتاعت القلب. الحمى الروماتيزميه يعني بتؤثر جدا على صمامات القلب، فاحنا كده فلازم نتابع عليها. طب هي بالنسبه لها يعني هي شكوتها فيك شويه، يعني غامضه شويه، يعني هو صعب ان واحد يبقى يقعد سنتين ينام على كرسي، مش يعني خصوصا ان هي بتقول انها عملت تحاليل واشعاعات وكله طالع سليم يعني. فهو يعني اكيد هتبقى محتاجه فحص دقيق شويه عشان نعرف ايه المشكله بالظبط. بما ان كله سليم فيعني لازم يعني يبقى فيها نوع من ممكن نعيد الفحص، تعيدها تاني طبعا، لازم تعمل موجات صوتيه تاني برضه تشوف كده فيها. هي حتى ما بتقولش ان هي عندها يعني يعني تاريخ مرضي بالحمى الروماتيزميه او كده يعني. تمام. فهي لا اظن ان هي محتاجه اعاده تقييم مره اخرى يعني. تمام. معانا كمان تليفون. الو الو ايوه الو الو اهلا بيك، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بامك غالب الدكتور دكتور احمد معاك، اتفضل. نوطي صوت التلفزيون، اتفضل. نستأذنك تسمعنا من التليفون. ايوه يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك تقول سؤالك ودكتور احمد سامعك. انا يا دكتور بسمع ضربات القلب وما اجي انام. وطي صوت التلفزيون، بستأذنك عشان نسمع صوتك بشكل واضح.
وكل دقه قلب بيبقى معاها صوت كده غريب كده زي صفرة زي حاجه غريبه كده يعني. دقات قلب صوت عيني ما تسمعش الكلام والراضي كده في تشهيره مع دقه القلب. في ايه؟ في ايه؟ ممكن نعيد تاني السؤال لو سمحت؟ صوت كده غريب كده مع دقه القلب. زي تزييقه كده مع الصوت ده يعني صوت حضرتك سامعه فين؟ لما باجي انام بالليل وفي الهدوء بسمع ضربات القلب وكل وكل دقه وكل دقه بسمع بقى صوت غريب كده. زي تزييقه كده. المفروض الواحد ما يسمعش صوت القلب. طب تمام. يا ترى الصوت جاي منين؟ جاي من القلب نفسه ولا من حته تانية؟ سن حضرتك كام يا فندم؟ سنك قد ايه؟ سنك قد ايه ونوطي صوت التلفزيون؟ 72. 72 سنة. حضرتك مدخن؟ لا انا مش مدخن. او كنت مدخن؟ كنت مدخن. حضرتك مبطل بقالك قد ايه؟ باين من صوتك. كنت مدخن. حضرتك مبطل تدخين من امتى؟ بطلت من امتى؟ بقالي سنتين. سنتين. وكنت حضرتك بتدخن قد ايه؟ بقالي سنتين يا دكتور. حضرتك قعدت تدخن قد ايه يا فندم؟ ايه كنت بتشرب قد ايه في اليوم مثلا؟ يعني ايه بدخن؟ قعدت كام سنة تدخن وقد ايه في اليوم؟ كنت بدخن كتير فعلا يعني. ولمدة كام سنة يعني؟ وامتنعت عن التدخين بقالي اكتر من سنتين. 10 20 سنة 30 سنة حضرتك قعدت تدخن قد ايه يا فندم؟ سنتين. لا هو بطل سنتين. بطل من سنتين بس. 30 سنة تدخين. 30 سنة. طيب يا فندم. اوكي. تمام. بشكرك شكرا جزيلا. اسمعنا من شاشة التلفزيون. بشكرك على اتصالك حالا دكتور هيطمنك. اتفضل. هو طبعا احنا من رحمة ربنا بينا ان احنا ما نسمعش ضربات قلبنا. الوحيد اللي بيسمع ضربات قلبه هو المريض اللي بيبقى غير صمام. هو اللي بيسمع التك. وبالعكس ده احنا كمان بنقول له لازم تسمع التك. لما ما تسمعهاش لازم تقول لنا. لان ده معناها ان الصمام اللي اتحط نتيجة لخبطة أدوية السيولة اللي هي يعني سبب رئيسي في فشل عمليات الجراحات بعد كده. إن المريض ما بيلتزمش بدواء السيولة. دواء السيولة ده اللي بيخلي الدم ما يتجلطش تاني، لأن طبعا الصمام اللي احنا بنحطه غريب، سواء كان صمام معدني أو دلوقتي الجديد اللي احنا بنحب نستخدمه قوي الصمام الحيواني، أو يعني صمام الأنسجة الحيوانية اللي هو كفاءته أحسن من الميتاليك أو اللي هو المعدني، و و و وبيقلل قوي حكايه فرصه دواء السيوله ديت يعني. جميل. فبيقلل مشاكله كتير. لكن في الفتره اللي فاتت دي دايما الصمام المعدني ده هو العيان اللي بيسمعه، دايما نقول له لازم تسمعه يعني انت وانت كده في لازم إيه؟ لما تسمعش لازم تكلمني على طول ان شاء الله في وسط الليل. انما الطبيعي احنا ما بنسمعوش يعني مستحيل يعني. انت لو حتى قعدت فين مش هتسمعه. فهو غالبا هو بيسمع تزييق صدره زي ما بنقول. هو طبعا مدخن بقاله 30 سنه زي ما بيقول، بقاله سنتين يعني عنده 72 سنه يعني اربعينات يعني. ممكن يكون كان قبل كده كمان طبعا يعني، لان ممكن 30 سنه هو بس ممكن بيضرب رقم، لكن 30 سنه كفايه قوي. وكان بيدخن كتير جدا طبعا، ده كفايه جدا ان هو يعمل امراض صدريه في الشعب الهوائيه وضيق في القناه القصبة الهوائيه وفي ورحه رئيسيه وفي الشعب الهوائيه المتطرفه. هو ده صوت التزييق اللي بيسمعه. طب ايه لازم طبعا يعمل لازم طبعا يعمل فحوصات. طبعا هو غالبا المشكله طبعا عنده غالبا في بالمنظر ده، بما انه ما بيشتكيش من الام في الصدر او كده، ولو انه ده طبعا وارد مع السن الكبير. ودي ممكن على فكره تكتشف بالصدفه مع البتاع يعني. عيانين السكر، وده يا مكتره في مصر طبعا مرض السكر يعني، او في العالم كله يعني، بيجي لهم ما يسمى سايلنت اسكيميك هارت يعني قصور وصامت، العيان ما بيشتكيش منه، ما نكتشفوش غير واحنا بنعمل رسمه. طبعا هو يعني هو ما بيشتكيش من الوجع، هو اللي بيخلينا في وجع الاعصاب بتاعه القلب بتخلي العيان يحس بوجع. مريض السكر طبعا ده حاجه ربنا يعني عامل لنا يعني. طبعا كل داء له دواء، وكل داء وله انذار وربنا حاططه لنا. والحق نفسي بدري بالظبط كده. فمريض السكر اللي ما بيحافظش على نفسه بالحفاظ على الاعصاب بالفيتامينز اللي بياخدها، وطبعا واتباع تعليمات طبيب السكر، بيصيب اعصابه بالالتهاب. وبالتالي ما يحسش. يموت الاحساس. ما يحسش. فتبقى مشكله كبيره جدا ان انت يعني
عندك قصور في الشرايين التاجية اللي هي يعني اللي بتحرك الموتور بتاع جسمك، وفي نفس الوقت انت مش حاسس بيه. بالنسبة له هو اظن ان هو طبعا هو محتاج يعمل اتليست اشعة عادية على الصدر. انا متوقع طبعا يعني من دلوقتي انا متوقع ايه المنظر اللي ممكن الاقيها فيها، لكن في الاغلب طبعا اذا ما طلعش فيه اي مشاكل محتاجة جراحة خالص، غالبا هيحتاج طبعا موسعات للشعب الهوائية وطريدة للبلغم علشان تضيع الصوت اللي هو بيحسه ده. غالبا طبعا ده ان شاء التهابات الله. في الشعب الهوائية، و مع طبعا حساسية من كتر السجاير ومن كتر الكلام. خلينا نقل وقتنا خلاص، يعني قرب على الانتهاء وباقي معانا دقايق، فعايزين نصايح بقى يا دكتور. اكيد هيكون لينا لقاء تاني إن وهنفرد شاء فيه الله. اكتر الكلام عن الجراحات دي اللي احنا اشرنا في البداية لاهميتها وقد ايه بتفرق كتير جدا مع الحالة، غير زمان اختلف الموضوع. وما ينفعش دلوقتي لسه بقول لنفسي عندي فوبيا او انا خايف من الجراح بعد التطور اللي احنا بنشهده ده. بس خلينا في البداية ننصح كل مشاهدينا الكرام عشان يتفادوا قصور الشرايين، واحنا اغلب تقريبا الاتصالات اللي جات لنا قصور في الشرايين بالظبط كده. التاجي. فازاي اتفادى ده؟ ازاي ان انا احصن نفسي منه واعمل وقاية؟ هو بصي، هو زي ما بيقولوا العقل السليم في الجسم، في الجسم السليم. احنا نحاول نوصل لمبدأ الجسم السليم نعم عن طريق ان احنا يبقى عقلنا سليم في اللي احنا عايزين نعمله، حقيقي. تمام. خلينا نبعد عن الدهون، خلينا نقلل قوي الملح في اكلنا، في التغذية السليم التغذية يعني. السليمة. خلينا بلاش قوي هو الجانك الأكل فودز، يعني بلاش اللي هو فاست فود يا دكتور، الجانك فودز المطاعم الكتير الفاست انا فودز دي بقيت اكل تحت اللي بيتي. هي طبعا يعني من أسوأ الحاجات اللي ممكن تصيب شرايين جسمنا كلها بما فيها طبعا القلب. خلينا طبعا نبتعد عن السجاير. كارثة. خلينا نعمل رياضة. مم. مش لازم يبقى فيه، مش لازم ابقى تخين قوي. يعني اتليست احافظ، خليني اتابع رياضه يوميه على الاقل، بالظبط. ان شاء الله امشي ان شاء الله نص ساعه. خدتي بالي حضرتك؟ المشي نص ساعه ده يعني مش بس هيحسن شرايين جسمي، ده بالعكس هيحسن جسمي كله خالص، هيغير نمط الحياه بالظبط دكتور. كده. الاسانسير والعربيه والحاجات اللي ما بقتش تخلينا انت نمشي عارف انت خالص دي. ممكن بس عشان بس ما بتحركش، انا ممكن يجي لي ورم في رجلي تورم، ما هو من القعده، انا واقف. لكن لما امشي انا بحرك الدوره الدمويه وبحرك جسمي كله. وطبعا الاهم من ده كله ان احنا اذا حسينا بحاجه نجري، ما نخافش ان احنا ندور على السبب. يعني مفيش داعي ان احنا نقول خلاص احنا كويسين بتاع، مفيش مشكله ان انت تعرف السبب. خلاص الدنيا دلوقتي فعلا اتحسنت كتير، جراحه القلب ما عادتش الحاجه المخيفه المرعبه قوي زمان اللي هي نتائجها كانت بتخوف الناس، لا الدنيا دلوقتي اتحسنت كتير. الجراح الماهر دلوقتي اصبح ان هو مش بس ان هو وسيله ربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب في شفاء الانسان، لكنه هيبقى وسيله كمان انه يخليه يستعيد، بلاش اقول لك حياته كلها السابقه او يعني كفاءتها، لكن خلينا اقول 70% منها. بيبقى كفايه انه بيرجع يمارس تاني الحياه بالظبط. حتى لو مش بالممارسه الاوليه، ولكن على الاقل انت عايش، احسن ما تكون عايش وانت مش عايش ده خالص من وبعد اهم ترجع. اسبابها، من اهم يعني من اهم اهداف عمليتنا ان انت تو ريجين يور بريفت لايف ستايل. يعني انت لازم عايز تستعيد حياتك اللي قبل بالظبط كده، انا عايز من احس تاني. ان انا بقدر امشي واروح خلينا واجي. مع الجملة دي نختم حلقتنا النهاردة، وأشكر ضيفي العزيز اللي شرفني الحقيقة ونورني النهاردة بالمعلومات الجميلة والقيمة دي، دكتور أحمد صابر استشاري جراحة القلب والصدر وزميل الكلية الملكية للجراحين بجلاسكو بريطانيا. بشكرك يا دكتور، نورتني وشرفتني على يعني هذه المعلومات الجميلة والقيمة.